أشهد أن لا إله إلا الله أنت الواحد. وصفت نوحا بأنه كان عبدا شكورا وجعلت الماء بعده وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا وألقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا ووصفت أيوب بأنه كان أوابا صبورا وأرسلت الحبيب محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله كله. يا من له الامر كله. يا من له الملك كله. يا قاهر الجبابرة. يا مدمر الاساسرة. يا مبيد القياصرة. يا أهلك الظالمين بقوتك. أهلك الظالمين بقوتك. أيها الإخوة الأعزاء أيها الله مغلوب فانتصر. انا ذاتي قليل. ذاتي قليل ما اراه مبلغي. هل الزاد ابكي ام لطول مسافتي؟
زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك أين محبتي زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك أين محبتي أين محبتي أين محبتي وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له صحابي متى الساعة يا رسول الله قال له الحبيب فماذا أعددت لها قال الرجل ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله قال له الحبيب المصطفى أبشر فأنت مع من أحببت يوم القيامة أحب الله ورسوله ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله فيقول له السيد الجليل أبشر فأنت مع من أحببت يوم القيامة أنت مع من أحببت يوم القيامة سيدي أبا القاسم يا رسول الله أنا المحب ومهجتي لا تنتني عن وجدها وهيا بها بمحمد أنا المحب أنا المحب يا سيدي يا أبا القاسم يا حبيب الله أنا المحب ومهجتي لا تمتني عن وجدها وهيا بها بمحمد قد لامني فيه الجهول ولو ترى معنى الهلام به لكان مساعدي صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمال صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائل أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أيها الإخوة الأعزاء إلى آدم في جنته إلى آدم مع حواء إلى آدم حيث يعيش في الجنة ومع الناس الخامس والعشرين بعد المئة الرابعة انتقل بحضراتكم الى ابينا ادم الله تبارك وتعالى اوجب على كل ولي امر ان يضمن لرعيته اربعه اشياء مسكن ومطعم ومشرب وثوب مسكن يأويه ومطعم يرد جوعته ومشرب يروي غلته وثوب يستر عورته مسكن يأويه مسكن يأويه ومطعم يسد جوعته
ومشرب يروي غلته، وثوب يستر عورته. ولذلك اسمع معي ما قاله سيد الانبياء محمد اسمع ما قاله سيد المصلحين، ما نادى الى اشتراكية، وما نادى الى شيوعية، وما نادى الى رأس مالية، وما تشدق بالديمقراطية، انما نادى الى عدالة الهية، الى عدالة الهية نورانية قرآنية لا شرقية ولا غربية. فصلوا على صاحب الطلعة البهية. لم ينادي الى شيوعية حاقدة ظالمة تعيش بالحديد والنار، تملأ المعتقلات والسجون وتسميها معسكرات عمل. ما نادى الى شيوعية، ما نادى الى اشتراكية وضعية ارضية، ما نادى الى رأس مالية منحلة طاغية ظالمة، ما نادى الى ديمقراطية تهريجية عابقة، انما نادى الى عدالة، عدالة الهية قرآنية علوية نورانية ربانية لا شرقية ولا غربية. اسمع إليك، وهو يقول في حق العاملين في الدولة، من كان أخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. ثم اسمع، تجده اول من سن قانون الاوفر تايم او الاجر الاضافي، اول من سنه، اول من سنه نبي الله محمد، اول من نادى، اول من نادى بالاجر الاضافي للعمال، وما نسميه نحن بالاوفر تايم. قال الحبيب، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فاذا كلفتموهم فاعينوهم. اعينوهم. ثم بعد ذلك يتشدق بنظم شرقية شيوعية مرة، ونتغنى بلغم رأسمالية غالبة مرة، وأمامنا محمد، وأمامنا زعيم زعماء الإصلاح على وجه الإطلاق، وامامنا من ارسله الله رحمة للعالمين. ثم اسمع ماذا قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في العدالة الاجتماعية. اسمع ما قاله الحبيب في العدالة الالهية القرآنية، يقول: من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكنا. مسكن لكل ذي روح،
لكل من يعيش تحت سماء الاسلام، لكل من يحيا على ارض الاسلام. من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكنا على نفقة الدولة الاسلامية. ثم اسمع الى الحبيب وهو يقول: من كان لنا عاملا وليس له دابة فليتخذ له دابة، اي ان مواصلات الموظفين العاملين موظفين او عاملين في دولة الاسلام لا بد ان تكون المواصلات على نفقة الدولة، على نفقة الخزانة، على نفقة رأس المال، على نفقة بيت المال، على نفقة ما يجمعه في خزينة الدولة، ان يصل الموظف في مواصلات على حساب بيت مال المسلمين. ثم اسمع مرة رابعة تجد العجب، اسمع مرة رابعة تجد العجب العاجب، تجد العدالة تتفجر من جوانب الامة، تجد الاصلاح ينبع من نواحيها. اسمع الى ما قاله الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: من كان لنا عاملا وليس له زوجة فليتخذ له زوجة، اي على حساب بيت مال المسلمين. من لم يقدر على الزواج في دولة الاسلام فزواجه في بيت مال المسلمين على حساب بيت مال المسلمين. اعد يا رسول الله هذه النظمة على اسماع العالم شرقيه وغربيه شيوعيه ورأسمانيه، واحد من لا يغفل ولا ينام. انا ماذا اقول ماذا اقول؟ ان اللسان والبيان والجنان، ان اللسان والبيان والجنان والقلم يعجز عن وصف هذه العدالة. من كان اخوه يعمل تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقونه، فاذا كلفتموهم فاعنوه. ثم يقول: اعط الاجير اجره قبل ان يدفع رقم. ثم يقول: من بات كارلا من عمل يده بات مغفورا له. اذا اويت الى فراشك بعد يوم حافل بالعمل وشعرت بتعب وانت في فراشك، فان الله تعالى يقول لك: لم مطمئنا فقد غفرت لك. غفرت لك. وقد الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه يسمى سعد بن معاذ، وهذا السعد لما نظر الرسول الى يديه وجد العمل وشدته قد اقصر في يديه حتى جف جلده، واصبح الرجل من يبصه ام يضع يده
التي كفت استحى ان يضعها في كف رسول الله فقد تشققت من وعفاء العمل. لكن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قال لهم بديانك يا صح فمتها. اتدرون ماذا فعل الرسول بيد الساعه؟ اتدرون ماذا فعل؟ هل سلمه قلادة النيل او وسام الاستحقاق؟ لا، لقد اخذ الرسول يد سعد وقدره بفم الشريع وقال ان هذه اليد لا تمسها النار ابدا. لا تمسها النار ابدا. يد عملت، يد عملت واكلت لقمة عيشها بكف جبينها، اكلت لقمة عيشها بعرق جبينها وكف يمينها. يد لا تمسها النار. وهذا عبد الله بن مسعود الرجل القرآني المسلم، كان دقيق الساقين قصير، صاحب شجرة ذات يوم، فعجب الصحابة لدقة ساقين، ساقان نحيفتان، فقال له الحبيب المصطفى: أتعجبون من ساق ابن مسعود؟ والذي بعثني بالحق انهما اثقل من جبل احد في الميزان يوم القيامة. الرجال لا يقاسون بطول ولا بقصر ولا بضخامة او لحالة، انما الرجال تقاس بالاعمال، تقاس بجلاء الاعمال. لا بأس بالقوم من طالب ومن ارض، جسم البغال واحلام العصافير، عقاب كعقول العصافير. من كان لنا حاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكنا، ومن كان لنا حاملا وليس له دابة فليتخذ له دابة، ومن كان لنا حاملا وليس له زوجة فليتخذ له زوجة، لعل سائلا يسأل فيقول، فيقول: وهل تكفي ميزانية الأمة لكل هذه الحاجات؟ وأجيب على الفور: نعم تكفي، بسبب واحد، البركة والأمانة. اسمع معي إلى ما قاله مولانا جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ايمانا وتقوى، ايمان زائد تقوى تساوي بركات من السماء والارض. يسأل سائل: وهل حدث ذلك فعلا؟ واجيب على جناح السرعة: نعم. وسائل يسأل: فمتى حدث ذلك؟ اقول له: ايام الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز حكم المسلمين 30 شهرا، كانت اعظم بركة عند الله من 30 قرنا. عمر بن عبد العزيز جمع مال الزكاة في عائل من الاعوام، ونادى مناد في ارجاء الامة الاسلامية، لا اقول في مصر وحدها
ولا الحجاز وحده ولا الشام وحدها ولا العراق وحده ولا ايران وحدها، انما نادى المنادي من حدود الصين شرقا الى ابواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، نادى المنادي بقرار من خليفة المسلمين ايما مسكينا فليأتي الى بيت مال المسلمين، والله الذي بعث محمدا بالحق ما جاء مسكين واحد. ما جاء مسكين واحد. ولم يكن عند عمر ملايين البراميل من البترول يوميا، لم يكن البترول قد اكتشف، ولم يكن هناك نقد اجنبي، ولم يكن هناك تصدير الى امريكا او اوروبا، لم يكن هناك خزائن في امريكا خزائن اليهود والنصارى تضع فيها اموال المسلمين مجمدة او مشيدة. لا لا، ما كان هناك برميل بترول واحد، انما كانت هناك امانة، وكان هناك صدق، وكان هناك وفاء، وكان هناك عدالة. عقمت ارحام الامة في عصر عمر بن عبد العزيز ان تلد مسكينا واحدا. مسكين واحد لا وجود له ايام ابن عبد العزيز. المال كما هو، المال هو هو، فماذا يفعل عمر؟ ايرسله الى بنوك سويسرا؟ ايرسله الى بنوك باريس؟ ايرسله الى بنوك لندن؟ لا، اصدر قرارا اسلاميا حاسما وجازما ورافقا ودافقا وشافيا وجافيا ووافيا، نادى المنادي من كان عليه دين لغيره فوفاء دينه من بيت مال المسلمين. ألستم معي؟ ألستم معي أن الإسلام عظيم؟ ألستم معي أن الإسلام كريم؟ ألستم معي أن الإسلام رفيع؟ ألستم معي أن الإسلام في أعلى درجات الشرف؟ ألستم معي أن الإسلام يتضوع قبة الفلك؟ ألستم معي أن الإسلام فوق منات الكرية؟ ألستم معي أن الإسلام في بابه العلياء؟ ألستم معي أن الإسلام فوق قبة السماء؟ ألستم معي أن الإسلام هو دين صاحب الكبرياء؟ من كان عليه دين فوفاء دينه في بيت مال المسلمين، لأن أشد شيء على الميت بعد موته دينه، فنفس الميت تظل معلقة محبوسة حتى يقضى عنه دينه. وقد كان السيد الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام قبل أن يصلي الجنازة على الميت يسأله: أعلى صاحبكم دين؟
ان كان عليه دين قال لاصحابه صلوا عليه انتم. حقوق العباد. فان لم يكن عليه دين صلى عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وصلاة الرسول على الميت شفاعة له في الآخرة، صلاة الرسول على الميت شفاعة له في الآخرة. وحضرت جنازة ذات يوم فسأل الرسول: أعلى صاحبكم دين؟ فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نعم يا رسول الله، عليه ديناران، فصل عليه انت وانا المسؤول عن سداد دينك. حرصا على صلاة الرسول على الميت، فصل عليه الرسول صلاة الجنازة. وبعدما دفن ومر يوم على دفنه، سأل الرسول جابرا: هل اديت عنه دينه؟ كان من شأن الرسول ان يتابع الامور، لا يدع الاوراق تنام في ادراج الموظفين، في ادراج الموظفين 300 سنين وفاته تسعة، لا يدع الاوراق تتمرغ في الادراج ومصالح العباد، مصالح العباد معطلة. والله انا لا زلت اذكر يوم كنا وراء القضبان في السجون، وكان اكتشاف الافراج تنفي، ولكن كان لا يصرح بالافراج من السجون الا اذا وثق عليها احد مراكز القوى، فكان الكشف يدخل في درج هذا الطاغية ليوافق عليه، فكان يظل في الدرج عاما او عامين ونحن نموت في اليوم 100 مرة دون معنى. اسأل الله ان يدمرها على كل ظالم، اسأل الله ان يدمرها على كل ظالم. يا جابر هل اديت دينه؟ قال له: نعم يا رسول الله. أحضرون ماذا قال له الحبيب؟ قال له كلمة بليغة، قال له: الآن بردت عليه جلدته فبرد الله جلدك. كأن الدين يجعل جلد الميت كأنه مصاب بداء الأكلان، بداء الأكلان كأنه مصاب بالجرح، فبعدما أُدّي الدين برد الجلد. أدى عمر بن عبد العزيز الدين عن المديني، وبقي المال كأنه لم ينقص درهما ولا دينار بركة. فماذا يصنع عمر؟ ماذا يصنع عمر؟ ألعب بالقمار على موائد لندن؟ أيذهب إلى هوليود ليخسر 30 مليون من الدراهم على مائدة القمار؟ أيذهب إلى شواطئ الريفيرة ليستنشق العراق حيث الغيب الأمامي وانكسار القوس المطرحة؟ لا. اذا فليصدر قرارا جمهوريا اخر، من كان عنده عبد يريد ان يعتقه فليقتص ثمنه من بيت مال المسلمين وليعتقه لله. اصلاح اجتماعي، عداله. واعتق العبيد وصار الكل احرارا، وبقي المال كأنه هو. فماذا يصنع؟ ماذا يصنع عمر؟ البركات نازلة،
والامانات متوفرة والعدالة قائمة والاخلاص شجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء. واذا بعمر يصدر قرارا ثابتا ايما شاب عزب يريد ان يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. فزوج الشباب جميعا التكتون واحتق العبيد وزوج الشباب في اي الجامعات تخرج عمر بن عبد العزيز في جامعات اوروبا في جامعات واشنطن في جامعات موسكو. كلا انه تخرج في جامعة عميدها محمد. عميدها محمد. عميدها سيد المرسلين. ايها السادة الاعزاء، اوجب الله على كل حاكم ان يضمن لكل فرد تحت رعيته اربعة اشياء: مسكن يأويه، ومطعم يرد جوعته، ومشرب يروي غلته، وثوب يستر عورته. فماذا قال لآدم في هذه الاشياء الاربع؟ ايها الاخوة الاعزاء، الشمس ما زالت تضرب وجه الارض بضيافها الحامية، وعقارب الساعة تزحف وراء رأسي، ولا يسعني الا ان اعود من هنالك حيث عمر بن عبد العزيز الى هناك حيث ادم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، تعمل ما شئت، كما تدين تدان، اعمل ما شئت. يا نائم الليل مسرورا باوله، ان الحوادث قد تأتينا اصحابا، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت. فالموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت. لا زالت الايام شيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث الكدر. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت. اذا غرتك قوتك، اذا غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك؟ واذا غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. اعمل ما شئت. اذا غرتك قوتك على ظلم العباد فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوق. اعمل ما شئت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اعمل ما شئت. فالموعد بيننا في محكمة قاضيها هو الله، ليس مستشارا وليس قاضيا وليس رئيس دائرة وليس عضو يمين ولا عضو شمال ولا ممثلا للنيابة ولا سكرتيرا للجلسة، لأن قاضيها يعلم السر ويخفى. موعدنا في محكمة يقول الله فيها للمظلوم: أيها المظلوم تقدم، ويقول للظالم: أيها الظالم لا تتكلم، لا تتكلم. اعمل ما شئت. البر لا يبلى،
والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين السودان. كما تدين السودان. ايها الاخوه الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الساده الاعزاء، في هذه الضروريات الاربعه، مسكن ومطعم ومشرب وثوب، يقول الله تبارك وتعالى لادم: ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظما فيها ولا تضحى. وقد يقول قائل: لماذا لم يجمع بين الاشياء المتناسبه؟ فالجوع اخو الصمى، الجوع اخو الصمى، فلماذا لم يقل ان لك الا تجوع فيها ولا تظما؟ لماذا جمع بين الجوع وبين الحر؟ لان الجوع يفقد الجسم الطاقة الحرارية، فاذا ما اجتمع الجوع بعد فقد الطاقة الحرارية مع العري، فان العري ايضا يفقد الجسم الطاقة الحرارية، فيكون الوضع شديدا. فالجوع مع العري شديد، والصمع مع الحر شديد. فالانسان في حرارة الشمس اذا اصيب بالظمأ اشتد ظمأه، بخلاف ما اذا كان في الظل، لان الحرارة تفقد الانسان الماء الذي في خلاياه، فاذا ما فقدت الخلايا ماءها مع الظمأ اشتد الظمأ، واذا ما فقد الجسم حرارته بسبب الجوع فان العري مع الجوع يزيد الجوع شدة. هذا لتعلموا ان هذا الكلام كلام الله رب العالمين. ايها السادة الاعزاء، عجبت كل العجب لقضية قرأتها. وقف الولد مع والده امام احدى محاكم مصر. باي تهمة؟ لماذا الولد ضرب والده حتى اسال الدم من وجهه؟ الولد ضرب والده حتى سال الدم من وجه الوالد، من وجه الوالد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث موجز المبنى عظيم المعنى: والداك جنتك ونارك، والداك جنتك ونارك. جنتك ان كنت برا بهما، ونارك ان نهرتهما وعققتهما وجحدت فضلهما. ان عبد الله ابن عمر رضوان الله عليهما وجد رجلا يحمل سيدة عجوزا على ظهره ويطوف بها بيت الله الحرام، فساله ابن عمر: انت تلك؟ قال له يا ابن عمر: انها امي، اتراني قد وفيتها حقها؟ امي يطوف بها البيت الحرام وهي محمولة على ظهره. جعل من ظهره مركبا لامه العجوز. اتراني قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ اتدرون ماذا قال له ابن عمر؟ قال له: يا هذا، والله مهما صنعت بها
فلن تستطيع ان ترسيها بطلقة واحدة طلقتها فيك ساعة الولادة. ساعة الولادة التربية، التربية بالاسلام، التربية في دين محمد خير الآلاء. ان رجلا جاء الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال له يا حبيب الله ان امي قد بلغت من الكبر حقيا وانا اقوم على خدمتها، اعد لها طعامها وشرابها والبس فراشها، اتراني قد وفيتها حقها؟ فقال له الرسول والله ما انت بمستطيع ان توفيها حقها مهما صنعت بها. قال الرجل ولم يا رسول الله؟ قال له الحبيب لانها كانت تخدمك وانت صغير وتتمنى لك البقاء، اما انت فتخدمها وهي كبيرة وتتمنى لها السلام. كانت تخدمك وانت صغير وتتمنى لك البقاء، اما انت تخدمها وهي كبيرة وتتمنى لها الفناء وتتمنى لها الفناء. ولذلك تمكنت روح عبد بين يدي الله تعالى وكان يقوم على خدمة امه، يحب لها طعامها وشرابها ويغسل لها ثيابها ولا يدعها حتى تنام. فلما لقي الروح لقيه وهو عليه غضب، قالت الملائكة يا رب إن عبدك هذا ما علمنا عليه من سوء، كان يخدم أمه وكان يقوم على شؤونها فلماذا غضبت عليه؟ فقال لهم الله يا ملائكتي انتم لا تعلمون الغيب، انما انا الذي اعلم الغيب. اتدرون لماذا انا غاضب عليه؟ لانه ما قدم لها طعاما ولا شرابا ولا ثياب الا وقال في قلبه اللهم خذها وارحني منها. لا اله الا الله، 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 لا موسى يقول لربه يا رب ارني من رفيقي في الجنة. موسى الكريم الذي صرف الله له الدياشين والأوسمة فقال له وانا احترتك، وقال له واصطنعتك لنفسي، وقال له ولتصنع على عيني، وقال له وكان عند الله وجيها. يقول لربه اريد ان ارى رفيقي في الجنة، فاوحى اليه مولانا وقال يا موسى اول رجل يمر عليك من هذا الطريق فهو رفيقك في الجنة. ومر عليه رجل وسار موسى وراءه يريد من يفهم ويعلم ماذا يصنع ذلك الرجل حتى اعطي رفقة الانبياء في الجنة
واذا بالرجل يدخل بيتا واجلس امام مجوز ويخرج قطعا من اللحم فيشويها ويضعها في فم العجوز ويسقيها الماء ويخرج فيساله موسى من هذه بحق الله عليك؟ والرجل لا يعلم ان السائل نبي الله موسى. فيقول له انها امي. فيقول له موسى اوما تدعو الله لك؟ فيقول الرجل انها تدعو لي بدعوة واحدة لا تغيرها. فيقول موسى فماذا تقول في دعوتها؟ فيقول الرجل انها تدعو لي قائلة اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. اجعلني مع موسى بن عمران في الجنة في الجنة. فقال له الكريم موسى ابشر فقد استجاب الله دعاءها وانا موسى بن عمران. دعوة الام دعوة الام دعوة الام مستجابة. ولذا قال رسولنا عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اموالكم ولا تدعوا على اولادكم فربما صادف الدعاء باب الاجابة. فاستجابه الله. مهما كان ابنك فلا تدعو عليه انما ادعو الله له ان يهديك. يا معشر السادة ان هذه القضية التي قرأتها هزتني من الاعماق. ولد يضرب اباه بالحجر فيفتح راسه ويسيل دمه ويقفان امام القضاء. ومما زادني عجبا وفخرا ان القاضي الذي حكم في القضية كان مسلما مسلما اسلاما حقيقيا. فقد وقف ذلك القاضي رئيس المحكمة وعندما اراد ان يصدر الحكم على الولد الحق وقبل ان ينطق بالحكم قال ان الله تبارك وتعالى يقول وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظن من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخذ يتلو من كتاب الله ايات سالت على لسانه كما تسيل قطرات الندى على الزهرة الظمأة. ايها الاخوة اسمحوا لي ان اكون نائبا عن حضراتكم فاطير برقية شكر الى رئيس محكمة السويس الاستاذ محمود عبد الحميد غراب الرجل الذي يسير القرآن دائما على لسانه كلما حكم في قضية احاطها بكوكبة من ايات الله تبارك وتعالى. هكذا احب القرآن واحب من يتلو القرآن واحب من يحكم بالقرآن. ايها الاخوة الاعزاء علاجنا الصلح مع الله علاجنا الرجوع الى الله علاجنا قراءة كتاب الله علاجنا العمل بالاسلام. اللهم انصر ديننا اللهم انصر ديننا اللهم ارفع راياتنا اللهم ارفع راياتنا اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على الايمان. اللهم انصر من نصر دينك اللهم اغسل من اراد ان يغسل دينك اللهم ارفع راية لا اله الا الله. ايها السادة الاعزاء اقسموا من الصلاة والسلام على سيدي
وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة.